غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن النهاردة هو آخر موعد للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لسداد قيمة رسوم رحلة الحج، حيث يتم السداد من خلال فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف المحافظات. بيأتي ده في الوقت اللي أكدت فيه غادة والي أن أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية هتغادر القاهرة متجهة للمدينة المنورة في 2 أغسطس المقبل، وشددت على توفير عناية خاصة لكبار السن والتنسيق مع الوزارات المختلفة والسلطات السعودية للعمل على راحة الحجاج لخدمة زوار بيت الله.